الله، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة بالنسبة للناس اللي كيدفعوا في هذا الموقع هذا وكيديروا الدفع عند الاستلام وكتجيهم رسوم الشحن 50 درهم. اليوم غنوريكم واحد الطريقة ما تبقاش ديك 50 درهم وديروا الدفع عند الاستلام. هذه الطريقة هذه اللي قلت لكم درتها ونجحت معايا وقلت نشاركها معكم. اول حاجه كيف ما كتعرفوا دائما كنختاروا المنتوج اللي بغينا، كنحطوه في البانيي في السله، كنحطوا اي حاجه داكشي اللي بغينا. صافي من بعد ما كنجمعوا المسائل ديالنا في البانيي كنمشيو باش نديروا الدفع. ها هي دابا قديت لكم الكوموند ديالي في البانيي السله، غادي ندير دابا اتمام الشراء بامان. هنا عندنا خص يكون عندنا 1300 درهم، انا عندي 1303.90 حيت عندي هاد العمله هادي غادي نقصها منها. شوفوا معايا بعد ما نقص من هاد ليكوان هي نقص منها دابا الكوبون غتبقى عندي 1100. شوفوا معايا راه دابا اختار الدفع عند الاستلام وما غاديش يطلعوا لي رسوم الشحن. دابا ملي اختاريت الدفع عند الاستلام شوفوا معايا ما طلعوش ليا رسوم الشحن نهائيا، وغادي نقص منها عاوتاني الرصيد اللي كاين عندي. هو شوفوا اختيار الدفع عند الاستلام راه ما طلعوش ليا 50 درهم تاع الشحن، وغادي نديرو نعم صافي غادي نتمموا العمليه. ولكن انا باقي عندي واحد الرصيد في المحفظه غادي نقصوا من هاد لاكوموند هادي كما كتشوفوا معايا هنا. بعد ما نقصت الرصيد كيبقى عندي 950 درهم. شوفوا معايا وباقي خدمة الدفع عند الاستلام ما طلعش فيها ديك 50 درهم، راه هي اللي اختاريت دابا. شوفوا نوريكم ها هي الدفع عند الاستلام. شوفوا المصاريف الدفع عند الاستلام 0 درهم. غادي ندير دابا اتمام العملية. هنا دابا كندير اتمام العملية الدفع عند الاستلام وغندير نعم باش نقدم الطلب ديالي. ها هو قال لي تم قبول طلبك بنجاح. شفتو ها هو دابا بدا الدفع كما كتشوفوا معايا كلشي قدامكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، واي سؤال اي استفسار مرحبا بكم.